هذه الوقفه هذه داروها الناس ديال الحي ديالنا فين كبرت دريا وفين مجوجه لا هي ولا الزوج ديالها ولا يوسف. كل شيء هاد الناس اللي جاوا كيعرفوا هاد العائله كامله وكيعرفوها كيفاش دايره وجيران ديالنا. كنشكروهم جزيل الشكر لانهم قالوا كلمه الحق، قالوا كلمه ديال هاد الناس راهم عائله ماشي عصابه اجراميه مختصه كما كتقول العداله. وكنتمناو من الله يعني هاد الناس المسؤولين يشوفوا من حال هاد العائله وينصفوها، راه مهما كانت راها مضرو راها مظلومه ومطعونه في الشرف ديالها، والشرف ديالها ماشي كيهمها غير بوحدها، راه كيهم المغربيات كامله كاملين. يعني الا ما قلناش هاد المراه الشريفه فاين اين هي الشريفه؟ فباش غنعرفوها؟ لو كان هي كانت ما شريفاش لو كان قد خدا هذاك القائد داكشي اللي بغى ومشى في حالاته حتى واحد ما غادي يسيق الخبر.